أهلا بكم. تجدد الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع غربية وشمالية العاصمة الخرطوم، وأكد مراسل الجزيرة مباشر سماع عدوي انفجارات عنيفة بأحياء المهندسين والفتحاب بمدرمان غربي الخرطوم جراء القصف المدفعي. في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن أحد السكان وسط مدرمان أن أعمال نهب تتم بصورة يومية. كما نقلت الوكالة عن أحد سكان شرقي الخرطوم أن قوات الدعم السريع تقوم بأعمال نهب في هذه المنطقة التي تقع تحت سيطرتها، مشيرا إلى أنه تتم سرقة السيارات والذهب والأموال، بيد أن قوات الدعم السريع المنتشرة في الأحياء تقول أنها تعمل على وقف مرتكبي أعمال العنف. وفي إقليم دارفور والذي شهد مواجهات دامية، أفاد سكان أيضا بتسجيل أعمال نهب واسعة. تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وأكد رئيس مجلس السيادة في بيان نشره الجيش السوداني ضرورة التزام من وصفهم بالمتمردين بفتح مسارات للمساعدات الإنسانية لنجاح منبر جدة. وشدد البرهان خلال الاتصال على ضرورة التزام المتمردين بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين حتى يحقق منبر جدة نجاحا بحسب البيان. وللمزيد من التفاصيل بشأن آخر التطورات في السودان ينضم إلينا مباشرة من الخرطوم مراسلنا محمد عمر. محمد، أحييك، ودعنا كالعادة محمد نبدأ بالتطورات الميدانية على صعيد الأعمال العسكرية. ما الجديد لديك في هذا السياق؟ الجديد أحمد هو استمرار هذه المعارك، إذ تدور رحاها في هذه اللحظات في عدد من المناطق، من أبرزها منطقة شارع الهواء، وهذا هو الشارع الذي يربط معظم أنحاء جنوب العاصمة. هذا الشارع طبعا هو من الشوارع الرئيسة هنا، إذ يشهد اشتباكات ضارية بين الطرفين، تستخدم فيها الدبابات وكذلك تستخدم فيها المدفعية الثقيلة وكذلك المسيرات التابعة للجيش السوداني، وأيضا طائرات الاستطلاع التي تحلق ونستمع إلى أزيزها في هذه اللحظات أحمد. واشتباكات ضارية تدور في هذه المنطقة تحديدا جنوب العاصمة، وأيضا بحي الأزهري وكذلك حي جبرة وأبو آدم والشجرة وحي اللاماب والجوز وكذلك أحياء الصحافة والعشرة وغيرها من الأحياء القريبة والقريبة جدا من سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني. كذلك المعارك كانت في هذا اليوم بالقرب من منطقة السوق العربي في قلب العاصمة، وكذلك تبادل القصف المدفعي بين الطرفين، قوات الدعم السريع التي تتمركز في مواقع بالعاصمة الخرطوم وكذلك قوات الجيش السوداني التي تتخذ من سلاح المهندسين بأم درمان مقرا لها، حيث تطلق المدفعية الثقيلة بكثافة على عدد من مناطق تمركز قوات الدعم السريع بمختلف المناطق بالعاصمة. أيضا أم درمان شهدت اشتباكات بين الطرفين أحياء الفتحاب والمهندسين، وعلى إثر هذا الاشتباك سقطت قذيفة بأحد المنازل بمنطقة الفتحاب، قتل صاحب هذا المنزل وجرح عدد من المواطنين في هذه المنطقة حسب شهود العيان الذين تحدثوا للجزيرة مباشر. أيضا دوت المدفعية الثقيلة التابعة للجيش السوداني في شمال أم درمان، حيث كانت تطلق من هناك متجهة إلى عدد من المواقع تمركز قوات الدعم السريع. في كذلك شرق العاصمة الخرطوم نستمع لأصوات متقطعة، أصوات رصاص، كما قبل لحظات فقط كنا نستمع لأصوات المضادات الأرضية بعد تحليق طائرة استطلاع تابعة للجيش السوداني. على العموم المعارك اليوم هي عنيفة وتستمر حتى هذه اللحظات. الملاحظ أحمد في هذه الأيام الأخيرة أن هذه المعارك أصبحت بالقرب من المناطق الرئيسة بالنسبة
الجيش السوداني، وكذلك بالقرب من مناطق تمركز قوات الدعم السريع، وأيضا بالقرب من المقار الرئاسية والسيادية كالقيادة العامة وكذلك القصر الرئاسي والمطار الدولي وعدد من المقار السيادية. هذا ما يحدث حتى الآن في العاصمة الخرطوم، والتي شهدت اشتباكات ضارية بين الطرفين. إنسانيا ما تزال الأوضاع الإنسانية تزداد تعقيدا على تعقيدها. معظم المشافي في العاصمة لا تعمل، أتحدث هنا عن منطقة جنوب العاصمة، تعمل مشافي طفيفة بينها المشفى التركي ومشفى بشاير في بطاقة أقل من الطاقة الطبيعية. مشفى سوبا والذي كنا فيه قبل أيام في جولة لا يعمل فيه أو لا تعمل فيه سوى وحدة غسيل الكلى والتي تعمل بطاقة أقل من الطاقة الطبيعية، وهذا مشفى يقع بأقصى جنوب العاصمة. حتى المرضى الذين تحدثنا إليهم حدثونا عن صعوبات جمة يعانونها إزاء وصولهم لهذا المشفى. الحال كذلك بولايات دارفور التي كذلك يستمر فيها الاقتتال الدائر بين الطرفين. مدينة الجنينة التي تحدثنا لعدد من المصادر واستطعنا التواصل معهم بصعوبة في هذه المنطقة، حدثونا عن انهيار كامل للقطاع الطبي وكذلك القطاع الصحي والخدمات بشكل عام بعد استمرار الاشتباكات في هذه المناطق، ومعظم أهالي هذه المناطق هجروا بفعل هذا الاقتتال الدائر بين عدد من المكونات القبلية. طبعا كان قد سبقه اقتتال بين الطرفين بمنطقة الجنينة. ما يزال كذلك المشفى الجنوبي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يستقبل المصابين القادمين من مدينة كتم أو من محلية كتم الواقعة بولاية شمال دارفور، حيث تبعد عن المدينة الرئيسة، أقصد هنا مدينة الفاشر، نحو 120 كيلومترا، حيث دارت اشتباكات ضارية بين الطرفين وقع فيها عدد من القتلى وأيضا مئات الجرحى بحسب شهود عيان هناك. تحدثنا للسلطات الحكومية بولاية شمال دارفور، حتى الآن حدثونا عن أنهم لم يستطيعوا الحصول على أرقام معينة بالنسبة للقتلى والجرحى. بعض المصادر المحلية حدثتنا عن أكثر من 40 قتيلا ومئات الجرحى إزاء القتال الذي دار في هذه المنطقة بين الجيش والدعم السريع. على العموم نحن اليوم في اليوم 53 أحمد على التوالي في هذه الحرب، ما يزال الوضع على ما هو عليه، البيانات والبيانات المضادة من قبل الطرفين كذلك ما تزال مستمرة وما تعرف بحرب البيانات. إنسانيا المواطن بات يعاني الأمرين وسط ظروف اقتصادية وكذلك صحية وخدمية بالغة التعقيد. يعني على ذكر الخدمات محمد، وأنت تقف الآن أجد وراق يعني الخلفية مظلمة للغاية إلا من القليل من الأضواء. هل الخرطوم بشكل عام تشهد إظلام أم هناك أماكن تتمتع بكهرباء أو تنقطع الكهرباء على مراحل؟ يعني في هذا السياق المياه، الكهرباء، هذه الخدمات الأساسية كيف هي الآن بعد أكثر من 50 يوم من بدء الاقتتال؟ بالكاد تأتي الكهرباء أحمد في بعض أحياء الخرطوم لأوقات وساعات معينة ومن ثم تنقطع، حتى معاناة المواطنين أو معاناة يمكن أن نقول ما تبقى من مواطني الخرطوم التي هجر أهلها منها بفعل هذا الاقتتال ونزحوا لمناطق أخرى. حدثونا ما تبقى من المواطنين الذين يتواجدون في مختلف الأحياء أنهم يعانون الأمرين في ظل انقطاع الكهرباء وانقطاع المياه. تواصلنا مع الشركات المشغلة، تحدثت لنا عن أنها تجد صعوبات جمة في تحويل عدد من أو في إصلاح عدد من الخطوط المنقطعة عنها هذه الكهرباء بسبب كذلك اقتراب الاشتباكات من هذه المناطق. المياه كذلك ما تزال منقطعة على الرغم من أن هيئة مياه ولاية الخرطوم تتحدث عن أنها تحاول معالجة العطب الذي حل بمختلف مناطق ولاية الخرطوم. معاناة كبيرة بالنسبة للكهرباء والمياه، كذلك معاناة جمة يعاني منها أهل جزيرة توتي، هذه الجزيرة الواقعة بالقرب من ملتقى النيلين وهي من الجزر الوادعة الساحرة في السودان. لم تبدو كذلك خصوصا مع هذه الحرب أحمد، بل بات أهلها يعانون من شح في جميع الأدوية وكذلك يعانون حتى في شح في الدقيق والسكر. السكان في هذه المنطقة جزيرة توتي تقطعت بهم السبل وأرسلوا لنا عدد من نداءات الاستغاثة باعتبار أنهم
قريبون جدا من مناطق الاشتباكات، وبالتالي لا يستطيعون الخروج من هذه المنطقة، ولا يستطيعون كذلك ولا يستطيع الإمداد أن يصلهم إلى حيث هذه المنطقة لأنها تشهد اشتباكات ضارية. هذه المنطقة قريبة جدا من منطقة السوق العربي في قلب العاصمة، كما هي أيضا متاخمة للقصر الرئاسي الواقع كذلك في مركز العاصمة، لذلك أهلها يعانون الأمرين. حتى تحدث لنا أحدهم وروى لنا قصة محزنة ذكر فيها أنهم ما استطاعوا دفن جثامينهم إلا في مقابر الأطفال، حيث أن جميع المقابر باتت ممتلئة، وهناك 4 جثامين لم يدفنوها إلا في مقابر الأطفال. إذن السكان في هذه المنطقة ضاقت عليهم هذه الأرض بما رحبت بسبب هذا الاقتتال الدائر بين الطرفين، والاستغاثات هنا والمناشدات بضرورة أن تضع هذه الحرب أوزارها وأن يجنح الطرفان للسلم، والأمل كل الأمل بحسب ما تحدثنا لعدد من المواطنين أن تؤتي مفاوضات جدة أكلها في ظل هذه الظروف التي يعاني منها السودانيون والتي هي بالغة التعقيد. شكرا جزيلا لك زميلي محمد عمر، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من الخرطوم، ومن الخرطوم إلى القاهرة، ومن هناك ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي عثمان مرغني. أستاذ عثمان أحييك على الجزيرة مباشر. بعد 53 يوما من بدء هذا الاقتتال في السودان، لم تحسم الأمور عسكريا، وعلى ما يبدو أنها بشكل أو بآخر يعني كما يرى بعض المحللين أنها لن تحسم عسكريا على الأقل في المنظور القريب. ماذا عن الجانب السياسي؟ هل تعتقد أن المفاوضات في جدة ستعود مرة أخرى؟ لأن هناك بعض الأقاويل أن بالفعل هناك عودة لمفاوضات جدة، القوى الدولية السعودية سواء أو الولايات المتحدة الأمريكية، هل قادرة الآن بعد 53 يوم على يعني الإتيان بأطراف هذه المعركة والجلوس على مائدة المفاوضات أم لا؟ عمليا الأطراف المتفاوضة في جدة لم تغادر قاعة التفاوض رغم التعليق الذي تم من جانب الجيش السوداني أولا، ثم ردت عليه الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية الوسطاء بالتعليق من جانب آخر، لكن ظل الوفدان في جدة طوال هذه المدة، وهذا يعني الرغبة والإرادة في البحث عن السلام عبر المفاوضات وليس عبر فوات البندقية. ربما الوضع العسكري في السودان كان واحد من أهم الأركان التي تعتمد عليها الأوراق التي تعتمد عليها المفاوضات، وكان هناك التعويل على الثقل والميزان العسكري في حسم ليس في حسم العسكري إنما في حسم المفاوضات. بمعنى آخر وفداء المفاوضات في جدة يتطلعان إلى أن تساهم الأوضاع العسكرية في حسم ميزان التفاوض بينهما والوصول إلى اتفاق مبني على الواقع العسكري. هذا الأمر لم يتحقق خلال الجولات الماضية، واضح تماما أن تعليق الوساطة للمفاوضات أعطى إنذارا للطرفين بأن المفاوضات لن تكون متاحة إلى الأبد، وأن هذا الخيار خيار محدود قد ينغلق في أي لحظة ويصبح بعد ذلك ليس متاحا إلا المواجهة العسكرية. والآن جاءت رجعت المفاوضات، الآن هناك موافقة مرة أخرى لمواصلة هذه المفاوضات، ويبدو في الأفق أن هناك نوع من الالتزام الضمني بأن يكون هناك نوع من أو على الأقل جدية في الاتجاه نحو الحل. الجدية متوفرة هذه المرة وبصراحة شديدة أستاذ عثمان لدى الطرفين، يعني هم بالفعل هم جادون في يعني حل هذا الإشكال الضخم، إشكال طبعا كلمة مخففة الحقيقة، يعني إنهاء هذه الحرب بطريقة تفاوضية أم لا؟ أنا يعني رؤيتي يعني الخاصة أعتقد أن الحرب على الأرض حسمت، يعني المواجهة العسكرية هي ليست فقط حرب بين طرفين إنما هي محاولة للوصول إلى أهداف معينة. واضح تماما أن قراءة دقيقة للأهداف العسكرية والسياسية لدى الطرفين تؤكد الآن أن الحرب حسمت. يعني لنفترض مثلا أخذنا جانب الدعم السريع والذي يرفع على الراية الديمقراطية والحكومة والحكم المدني وما إلى ذلك من المفردات السياسية، هذه ليس فقط بحكم الحرب إنما بفعل الأداء العسكري لقوات الدعم السريع فيما يختص بحقوق الإنسان والتجاوزات والخروقات الكبيرة التي مست المواطن بصورة مباشرة. يعني هذه لا تحتاج إلى آلية مراقبة، هذه التي يراقبها والتي يكتب عنها التقارير هو المواطن الذي دخل إلى بيته
قوات الدعم السريع واخذوا ممتلكاته وسياراته وما الى ذلك. واصبح هذا المسار بالنسبه للدعم السريع مغلق، يعني لا يمكن افتراض انه قادر على اقناع المواطن بانه سيخوض حرب حتى النهايه من اجل الديمقراطيه ومن اجل الحكم المدني. فاذا اصبح ليس هناك هدف سياسي للمعركه من جانب قوات الدعم السريع. بالنسبه للجيش السوداني ربما العكس تماما. الجيش السوداني كان في اسوا وضع سياسي قبل الحرب. بعد الحرب تحول الامر بصوره كبيره جدا واصبح يحظى بدعم جماهيري كبير جدا، بما يوفر له قدره على الوصول الى اتفاق وتسويه سياسيه مبنيه على الوضع الشرعي لقوات الجيش السوداني بالصوره الطبيعيه التي يقبل بها الداخل السوداني ويقبل بها المجتمع الدولي والمجتمع الاقليمي. فعمليا انتهت تماما دواعي الحرب. ليس هناك اي مسببات. ده ممكن يكون استاذ عثمان، عفوا طبعا انا لا اقلل من رايك، لكن ده ممكن يكون كلام نظري. انتهت هذه الحرب من حيث الاهداف، من حيث الواقع الحرب مستمره تزداد يوما بعد يوم، تصل الى دارفور والى نيالا والى الفاشر، كتم تقع في يد الدعم السريع ثم يقول ينفي الجيش هذا الامر. الحرب كحرب قائمه على الارض لم تنتهي حتى هذه اللحظه، بغض النظر بالمناسبه عن اهداف هذه الحرب. طيب ومن هذا السياق دعني أطرح السؤال، متى ستنتهي هذه الحرب؟ الحرب الواقع الآن، الحرب الموجودة على الأرض وليست في النظريات والأهداف. طيب خلينا نفرق بين الحرب والعمليات العسكرية. الاشتباكات والعمليات العسكرية مستمرة، وهي كانت مستمرة قبل حتى 15 أبريل. كانت هناك عمليات عسكرية في دارفور، في جنينة، في مناطق أخرى، كانت هناك في جنوب كردفان، كان هناك في النيل الأزرق، هناك عمليات عسكرية ربما بأطراف مختلفة، لكنها في النهاية يعني لا يمكن حسابها إلا عمليات عسكرية، مواجهات بقوات نظامية هي قوات الدعم السريع وأطراف أخرى كانت موجودة. لكن ما حدث بعد 15 أبريل هو ليس عمليات عسكرية بالمعنى الذي كان في أقاليم السودان الأخرى، هي حرب سياسية بين أطراف لها طموحات سياسية وتتحدث عن الوصول لأهداف سياسية عبر الحرب. هذه الحرب بهذه المعطيات بهذه الأسانيد انتهت على الأرض. ما يحدث الآن وما يجري داخل الأحياء ليس له علاقة بالحكم، ليس له علاقة بالسياسة، وليس هناك حتى بيانات سياسية. لو دققت النظر أستاذ أحمد ليس هناك بيانات سياسية، البيانات التي تتحدث الآن هي كلها بيانات عسكرية، ربما عن اشتباكات، ربما عن صحيح. ما هي هذه هي الإشكالية. أنا طبعا أستاذ عثمان مش عايز أقطعك كتير، لكن معايا أحد الضيوف من السودان والهواتف في السودان فيها مشكلة، فأنا مش عايز أطيل عليه أكثر من ذلك. فأتمنى أن تبقى معي أستاذ عثمان عشان نكمل مع بعض الفكرة. لكن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الخرطوم الخبير العسكري لواء دكتور معتصم عبد القادر، الأستاذ بالأكاديمية العليا للدراسات الأمنية والاستراتيجية بالخرطوم. دكتور معتصم أحييك. ما بين السياسي التفاوضي إذا صح التعبير وما بين واقع الأرض والاقتتال الذي يعني الآن تخطى 52 أو 53 يوم، كيف نستطيع أن نقرأ المشهد؟ أولا أنا أعتقد أن الآن الجيش السوداني قدم بطولات منذ اليوم الأول للحرب، واستطاع السيطرة على الولايات واستطاع السيطرة على أجزاء كبيرة من ولاية الخرطوم، ورد التآمر الذي كان يتحد. أنا أعتقد هذا تآمر إقليمي، تآمر داخلي، تآمر سياسي من قوة سياسية داخل السودان، وكذلك تآمر دولي. وهذا يؤشر له المحاولات التي تجري الآن لإغلاق العمليات العسكرية لحسم التمرد. الجيش السوداني في بدايات التمدد كان متقدما، ومن هنالك بدات مبادرات وجهات مختلفه. انا اعتقد انها ساهمت في تعويق حركه الجيش السوداني في الانتهاء من هذا التمرد. مره اخرى انا اعتقد ان الجيش السوداني الان سيطر على الوضع بصوره ايجابيه. انا اقول لك هذا الحديث لاني اقيسها بالكيلومترات. هذه الحرب كانت على بعد 45 كيلومتر في منطقة جبل أولياء في الخرطوم، الآن على بعد 10 كيلومتر من قلب الخرطوم من القيادة العامة ومن القصر الجمهوري، وكذلك المناطق. أنا لا أريد أن أكشف عن أنا يعني أنا خايف أن المعنى اللي حضرتك بتقوله هو مهم يضيع في مع يعني مع رضاءة الصوت من المصدر. طيب احنا هنحاول أن نغلق الخط ثم نعاود الاتصال معك مرة أخرى
لعل الأمور تكون أفضل فنستطيع سماعك أفضل والمناقشة معك تكون أفضل دكتور معتصم. باختصار أستاذ عثمان حتى لا أطيل عليك أكثر من ذلك، ما الذي ينتظر السودانيون خلال الفترة القادمة من وجهة نظرك؟ ينتظر أن يصل الطرفان في منبر جدة إلى اتفاق تسوية يمكن بناء عليه أن تتوقع الحرب. هذا أفضل سيناريو، لأن التسوية تضمن إنهاء الحرب، إطفاء نار الحرب بصورة كاملة في الخرطوم، في دارفور، في أي مكان، لأنها تسوية على الجميع، يعني هي ليس انتصار عسكري. هذا ما انتظره السودانيين، وأنا أعتقد أنه بات قريبا جدا، وربما يحتفل السودانيون هذا العيد بعيدين إن شاء الله. نتمنى ذلك، نسأل الله عز وجل طبعا أن يكون عيد خير على السودانيين وعلى الجميع بالطبع. شكرا جزيلا أستاذ عثمان من الغنية الكاتب الصحفي، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت السيد يوسف عزت المستشار السياسي مبعوث قائد الدعم السريع. سيد يوسف أحييك، دعني أتوقف معك مع المسمى، لأني أنا أعتقد هذه المرة الأولى التي نقدمك كمبعوث لقائد قوات الدعم السريع، فهل هذه وظيفة جديدة ألحقت بوظيفتك السابقة والحالية أيضا كمستشار سياسي أم ماذا؟ أنا مستشار سياسي، ولكن فعلا أقوم بجولة كمبعوث من قائد قوات الدعم السريع لعدد من الدول لشرح وجهة نظري ووجهة نظرنا في الصراع الداخلي. طيب سيد يوسف، هل عدتم إلى مفاوضات جدة؟ جدة يعني وفد الدعم السريع، عدم المفاوضات، والمفاوضات أصلا عادت مرة أخرى للالتئام أم لا؟ وفد قوات الدعم السريع لم يغادر جدة أصلا، ليست هنالك مفاوضات الآن تجري، ولكن ما زال الدعم السريع متمسك بمنبر جدة بالمبادرة السعودية الأمريكية، ما زال يرى أنه يمكن تطوير أو تلافي كل أسباب وقف الفشل السابق، ويمكن العمل على تطوير وقف إطلاق نار قادر على الصمود ومراقب من لجنة لديها القدرة على المراقبة على الأرض. هو كل الخلاف كان حول أن هنالك عدم وضوح على الأرض، أنه من يخرق الاتفاق، من يسيطر على ماذا، كان الجيش لا يريد بشكل أو آخر لجنة مراقبة على الأرض ترفع تقارير من الأرض تستطيع التحقق من كافة الدعايات التي تنشر من استيلاء المستشفيات ومنازل. يعني انتوا اللي كنتوا موافقين، في الدعم السريع على تكون هناك لجان دوليه على الارض لرصد اي خروقات، والجيش هو اللي رفض وجود هذه اللجنه على الارض؟ هي ليست لجنه دوليه، لجنه تشكل 5 من الجيش و5 من الدعم السريع واطراف محايده، هي موجوده داخل الخرطوم مثل الصليب الاحمر وعدد من المنظمات الموجوده داخل الخرطوم لترفع تقارير حقيقيه وتحدد مناطق سيطرة القوات، أي أين يسيطر الدعم السريع وأين يسيطر الجيش، حتى تحديد من يخرق، من يحرك آليات لضرب الطرف الثاني. هذه المسألة تمت الموافقة عليها، والآن جاري الإعداد لأنه تكون هذه اللجنة على الأرض حتى تستطيع أن ترفع تقارير للجنة العليا الموجودة لمراقبة في إطلاق النار. هذا يجنب الكثير من الدعايات الإعلامية، الكثير من أن الطرف الآخر يريد اللجنة أن تصدق روايته، ان هنالك استيلاء على المستشفيات، هنالك استيلاء على مواقع مدنيه. هذا لازم يجب التحقق منه على الارض حتى تكون الصوره واضحه، حتى يمكن تحديد من يخترق وقت اطلاق النار، لاننا فشلنا في تحديد ذلك. هنالك دعايه اعلاميه كبيره، هنالك انكار، هنالك تبادل اتهامات، هذا لا يحسم الا بوجود لجنه على الارض تستطيع ان ترفع تقارير موثوق منها ومتحقق منها في ظل غياب الإعلام، في ظل غياب أي وسيلة أخرى للتحقق من حقيقة. والجيش وافق، والجيش الآن وافق على هذه اللجنة؟ عمليا هذا هو المقترح. أنا لا أستطيع الحديث نيابة عن الجيش، لأن الجيش يجب أن يعلن موافقته أو عدمه، لكن هذا هو التصور. إذا أردنا نجاح وقف إطلاق النار، إذا أردنا إيقاف الحرب عمليا على الأرض، هذا هو المقترح، وهذا قبل من المبادره، وسيجري العمل عليه متى ما اعيد المنبر للتفاوض او للعمل المباشر. متى سيعود المنبر مره اخرى؟ متى سيعود منبر جده مره اخرى؟ هل ابلغتم باي شيء من قبل الوساطه السعوديه الامريكيه؟ لا، حتى الان لا يوجد اي ابلاغ. الوساطه هي
اشترطت ضمانات او امكانيه، يعني لن تعيد المنبر الا بضمانات حقيقيه انه ما يتم الاتفاق عليه ينفذ. وهذه الاليه التي نتحدث عنها في الارض هي واحده من الاليات التي يمكن ان تدعم وقف اطلاق النار وان توقف وقف اطلاق النار. حتى الان لا يوجد اخطار من المبادره على انه متى سيعود المنبر او متى سيعود التفاوض، ولكن نسعى لانه نحن متمسكين بمنبر بالمبادره السعوديه الامريكيه ومتمسكين بجده كمغر للتفاوض. هذا ما الفريق يعني. البرهان في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية السعودي السيد فيصل بن فرحان شدد على ضرورة التزام المتمردين، هكذا وصفكم، بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين حتى يحقق منبر جدة نجاحا. ما ردكم على هذا هذا ما... الكلام؟ نعم 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 هذا أمر يمكن التحقق منه إذا كان، أنت لا يمكن أن تقول يخرجوا دون ان تذهب لجنه وتتاكد ان هنالك فعلا قوات دعم سريع داخل مستشفيات او داخل مرافق مدنيه او داخل بيوت. كل هذا لا يخضع للاتصال او وجهه النظر الاخر. نحن الذي نسعى له ان يكون هنالك على الارض تحقيق في هذه المزاعم، لان هذه المزاعم استمرت لاكثر من شهر ونصف، الناس تتحدث عن ان هنالك مستشفيات. انا كنت في الخرطوم وذهبت حين قالوا هنالك سيطره على مستشفى شرق النيل، انا ذهبت بنفسي من شنبات لمستشفى شرق النيل وتاكدت انه لا يوجد دعم سريع داخل المستشفى، يوجد جرحى، يوجد مرضى جرحى من الطرفين، يوجد مرضى، يوجد شباب متطوعين بالمئات يتبرعون بالدم ويعملون. هذا ما وجدته في المستشفى، ولكن اسمع في الاعلام وتم ضرب المستشفى بالطيران على هذا، على بناء على هذا الكلام الذي يقال في الاعلام. هذه مساله يمكن التحقق منها، ليس صعبه. اذا كانت اي قناه فضائيه تريد الان ان تذهب الى اي مستشفى متهم من الدعم السريع الموجود فيها او اي مرفق خدمي يمكن ان توفر لها قوات طيب. الدعم السريع الحمايه اللازمه لتتاكد بنفسها. فهنالك عدم رغبه من الاعلام للتحقق في هذه الحقيقه، فيجب ان يكون هنالك تكون هنالك لجنه على الارض رغبه بس فين تتحقق يعني يا سيد يوسف، يعني انا بقول لك هو نحن الجزيره مباشر نريد ان نستوثق بانفسنا مما يحدث، لكن هل يستطيع احد الان ان يسير امنا في شوارع الخرطوم؟ ما ياتينا من اخبار خطيره، الجثث في الشوارع، لا 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 تجد احد يعني يحمل هذه الجثث، ارتكازات في كل في معظم شوارع الخرطوم للدعم السريع، يفتشون الناس، يقومون باعتقالهم. هذا ما يصلنا على الاقل عبر مواقع يعني عبر مواقع مواقع التواصل الاجتماعي سيد يوسف. نعم أنا أتابع تلك الدعاية، أتابع ذلك الكلام. هنالك مواطنين يعيشون في الخرطوم يتحركون بحرية، هنالك بقالات فاتحة، هنالك مستشفيات، هنالك صيدليات فاتحة، هنالك أسواق في شرق النيل، في حلة كوكو، في بحري، في مدرمان، هنالك حياة غير التي تنقل في الإعلام. أنا أضمن لك إذا أردت أن تذهب إلى أي موقع في الخرطوم أنا أستطيع أن أنسق لك ذلك الأمر وأضمن سلامتك إلى أن تذهب للموقع الذي تريده وتعود سالما. هذه كلها مسائل يجب أن تتحقق منها. يجب الإعلام العربي بالذات محتاج في هذه الأزمة أن يثبت أنه إعلام يمكن أن ينقل صورة حقيقية من دولة عربية تتعرض لهذا لصراع عنيف. يجب يعني يجب عدم التخاذل وأخذ رؤية طرف واحد ودعاية بتاعت حرب وبروباغندا إنها حقائق. الخرطوم فيها حياة، الخرطوم في مناطق كامله، شرق النيل بالكامل ليس فيها طيب. اي شيء عدا غصب الطيران مره او اخرى، امدرمان، ام بحري، انا كنت في الخرطوم وانا اعرف ان مساله الارتكازات، ارتكازات الدعم السريع مساله طبيعيه، مساله امنيه، لكن لا يوجد فيها اي شيء مما يقال، ويمكن ان تتحقق من ذلك بنفسك. فانا لا ادري كيف يثبت الدعم السريع العكس، لان الاعلام يروج لنفس الكلام، يصدق الجميع يصدقون الروايه من طرف واحد ولا يريدون كشف الحقيقه. فالان هنالك لجنه ستذهب وتتحقق، والاعلام متاح، اي وسيله اعلاميه تريد الذهاب الى الخرطوم للتاكد ولنقل الصوره الحقيقيه مرحب بها. لدينا مراسل في الخرطوم يعني حفظ الله الجميع، من الممكن ان يعني هو موجود، لو تحبون ان تنسقوا معه فعلى الرحب والسعه، اما انا فاعتقد من الصعوبه مكان. اذا ضمنت لنا ان نقوم بلقاء مع الفريق حميدتي وجها لوجه من الممكن أن نفكر في هذا الأمر سيد يوسف، لكن على أي حال هذه مساومة صعبة جدا، أن لقاء الفريق حميدتي مرتبط بعوامل أخرى. لقاء الفريق حميدتي وجها لوجه في ظل الظروف الراهنة، هو يقود قوات، هو في مناطق يتحرك بدون، ولا يمكن أبدا، لا من ناحية أمنية ولا من ناحية
ضرورة مرحلة أن يلتقي قناة فضائية في غلب الخرطوم ويتحدث معها. هذه مسألة تخضع لتقديرات أمنية كثيرة، يعني لا طيب أستطيع أن أضمنها لك. إذا لماذا أردت هو دخل الضوء، توقف عن حتى الدخول تليفونيا كما حدث في بداية هذه الحرب مع القنوات الفضائية؟ لماذا توقف عن هذا الأمر؟ هذا الأمر لأنه هنالك أول شيء طلبات بالعشرات من كل القنوات الفضائية حول العالم إنها تريد أن يصدر حمايتية، كأن المسألة هي تسويق، يعني تسويق إعلامي، أو كأنها هي يعني صبغ صحفي أو غيره. هذا واحد. اثنين، لا يوجد شيء لا نستطيع نحن التعبير عنه، أو الوفد في التفاوض للتعبير عنه، ويستدعي خروج حمايتية بنفسه ليعبر عنه. هذه المسألة أصبحت مرتبة. حميتي لا يخرج إلا في ظل تطورات كبيرة أو تطورات غير عادية، يمكن أن يخرج ويخاطب الإعلام، لكن في الوقت الراهن ليست هنالك أي ضرورة. هو ليس ناطق رسمي للقوات، ليس ممثلا للدعم السريع في الخارج أو في الحركة، طيب، لا يوجد ضرورة للحديث. هو كان في اتصال حدث ما بينه وما بين وزير الخارجية السعودي سيد فيصل بن فرحان خلال اليومين السابقين. نعم، ما الذي دار في هذا الاتصال؟ هو اتفاق حول كيفية اتصال، حول كيفية إنجاح المنبر، حول كيفية الوصول لوقف إطلاق نار، حول كيفية حل الأزمة سياسيا، يعني يجري في هذا الإطار، وتبادل وجهات النظر بينه وبين القيادة السعودية، ومعرفة موقفه الحقيقي من الحل السياسي أو حل الأزمة عسكريا وقف القتال. هذا كل مجمل الاتصال، وأمن على أن منبر جدة هو المنبر المعتمد والذي تفاوض فيه قوات الدعم السريع وتحت مظلة المبادرة السعودية الأمريكية. هذا ما دار في الاتفاق. ماذا يريد الدعم السريع من هذه الحرب؟ أنا قبل كده قلت لك أن الدعم السريع لم يدخل الحرب بناء على تخطيط مسبق منه. الدعم السريع ضرب يوم 15 أبريل، وضرب لأنه كان يساند عملية سياسية معلنة تحت رعاية الأمم المتحدة والرباعية، وهذه العملية كانت تقود يوم 1 أبريل لتوقيع اتفاق نهائي وتسليم السلطة للمدنيين، أن يتفرغ الدعم السريع والجيش لبناء الجيش الواحد المهني، الجيش الذي يعكس التنوع، الجيش الذي يخلو من أي أيديولوجيا سياسية سواء كانت يمين أو يسار، جيش يمثل جميع السودانيين، وبذلك تنتهي ظاهرة تعدد الجيوش. هذا ما كان يريده الدعم السريع. الآن بعد الحرب، بعد 15 أبريل، هذه الحرب طرحت أجندة جديدة. ما هي أسباب الحرب في السودان؟ كيف يمكن إيقاف كافة الحروب في السودان، في دارفور، في جبال النوبة، في النيل الأزرق، في الشرق، في أي مكان؟ لا بد من حلول جذرية، لا بد من حلول توقف الحرب في السودان ومناقشة الأسباب الحقيقية للحرب. هذا ما يريده الدعم السريع، يوقف هذه الحرب، لكن هذه الحرب يجب أن تكون الحرب النهائية في السودان. يجب أن تعود البلاد لتعايش سلمي، يجب معالجة ظاهرة الاختلال في الدولة، يجب بناء نظام الآن سيد يوسف، عايش. كل نعم. الكلام بيقول ببساطة شديدة يا جماعة، طيب ما تخلوا الحرب خارج الخرطوم. أنا لا أفهم طبعا في هذه التفاصيل، ما يخرج الدعم السريع من الخرطوم ونحارب في أماكن بعيدة عن المدنيين؟ حتى ده القانون الدولي يعني بيقولوا في قوانين الحروب، يعني هل تفكرون في هذا الأمر أم أنتم متخوفون إذا خرجتم من مثلا الأماكن من الخرطوم، من قلب الخرطوم، أن يتم قصفكم بطيران الجيش يعني؟ هي المسألة لا تخضع للخوف أو حسابات الربح أو خسارات المعركة. أنا أرى أنه يجب مناقشة هذا الأمر بصورة يعني أفضل من كذا. لا توجد منطقة في السودان مخصصة للحرب ومنطقة للسلم. لقد ظللنا نعاني من الحرب 20 سنة في دارفور، في جبال النوبة، ووصلت الحرب الخرطوم والبرهان، ومن معه هم الذين أطلقوا الرصاصة بالخرطوم، بالطيران، بالدبابات، بكل شيء. هم اختاروا ميدان المعركة، وهم الذين حددوا أين تدور هذه المعركة، وكانت تصوراتهم أن 5 ساعات وتنتهي المعركة ويهرب الدعم السريع لدارفور، ومن الشرق يمشي الشرق وتنتهي هذه المعركة. للأسف الحرب لم تسير كما توقعوها. من أطلق الرصاصة في الخرطوم لا يمكن أن يطالب الشخص أن يخرج من الخرطوم ليحاربه في مكان آخر. لا، السودان واحد، لا توجد مناطق للحرب ومناطق للسلم. هنالك مدن، الفاشر دارت فيها حرب، كادوغلي دارت فيها حرب، الجنينه دارت فيها حرب، فالخرطوم هي نفسها بالنسبه لنا، هي نفسها ونفس المدن الاخرى. مواطن الخرطوم هو نفس مواطن كتم او مواطن الجنينه او مواطن بورسودان، لا يوجد فرق بين مواطن ومواطن. ان هنالك تكون مناطق تقصد ان للسلم هو لازم ياخد، ومناطق يمكن يعني ان مواطن الخرطوم لازم ياخد نصيبه من الحرب كمواطن دارفور والفاشل ونيالة، لازم يعني. لا، هذه نفس العقليه، نفس العقلية التي أدارت الدولة منذ القدم وأدارت الحروب في جنوب السودان، في جوبا، في كل، هي نفس العقلية التي أطلقت الحرب في الخرطوم. ف...
فانت تطالب لا الخرطوم لا اذهبوا منها برا وتحاربوا في مدن اخرى. انا ارد على كلامك انه هذا غير منطقي، الحرب اطلقها البرهان في الخرطوم وستنتهي في الخرطوم وستدور في الخرطوم، اذا هزم الدعم اذا هزم الدعم السريع سيهزم في الخرطوم، اذا قتل جنود الدعم السريع سيقتل في الخرطوم، هذا هم لن يغادروا يعني الخرطوم انتم الا اي مكان. حسمتم امركم في هذا السياق. طيب انت ليك جولات خارجيه، انت الان مبعوث قائد قوات الدعم السريع، انا شفت لك صور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالدعم السريع، كنت أعتقد في كينيا، قابلت الرئيس الكيني وقابلت أعتقد حتى رئيس مجلس النواب الكيني، يعني أريد أن أعلم منك أسباب هذه الزيارة، كيف استقبلوكم، يعني هل هناك اطروحات من قبل الرئيس الكيني في سياق إنهاء الأزمة السودانية أم ماذا باختصار؟ نعم أنا زرت دول كثيرة، دول كثيرة، يوغندا، جنوب السودان، قابلت الرئيس، قابلت الرئيس اليوغندي، قابلت الرئيس الكيني، قابلت الرئيس توغو، دول مصر، السعودية، المغرب، أديس، كل أنا ذهبت لأشرح وجهة نظر، لأنه الآن هنالك حرب بين قوتين، الدعم السريع والجيش، هذه قوات بغض النظر عن يصف أحدهم هذا متمرد أو هذا غير شرعي، هذه قوات كانت حتى يوم 15 أبريل هي قوات وفق القانون وفق الوثيقة الحاكمة، هي قوات سودانية نظامية. وجزء من عملية سياسية موقع عليها. الآن بعد الحرب ظهرت أطراف أخرى ليست طرف بين الدعم السريع والجيش، هي وزارة الخارجية وعناصر كثيرة جدا تتحرك في المحيط الإقليمي والدولي لتسويق رؤية استمرار الحرب وضرورة حسم الدعم السريع بالقوة. هذه الرؤية لأنه مصلحتهم طيب أصبحت مرتبطة بالحرب، إنهاء الحرب يمثل نهاية لهذه المجموعات المسيطرة على أجهزة الدولة، وبالتالي نحن أيضا لدينا رواية نذهب نحكيها كيف بدأت الحرب وكيف يمكن أن تحل. هذه الدول التي زرناها جميعا هي دول مهتمة بالشأن السوداني، تسعى لإيجاد حل سلمي للأزمة السودانية، تسعى لمستقبل أفضل للشعب السوداني كله في أي نعم، مكان انت بدون حرب. في كلامك في البداية قلت انت زرت مصر سيد يوسف خلال الفترة اللي فاتت، ولا انا سمعت غلط يعني؟ نعم مصر أول دولة بعد السعودية زرتها هي مصر. واستقبلوك رسميا كمبعوث للفريق حميدتي. نعم من المسؤولين الذين قابلتهم في مصر؟ هذا امر، لانه لو كنت اريد ان اعلم من المسؤولين الذين التقوني اللي كنا ظهرنا في الاعلام كما ظهرنا في الدول الاخرى، طيب ولكن التقتني قياده مصريه مسؤوله، قياده مصريه مسؤوله من ملفات السودان في اجهزه الدوله، وتناولنا الحديث وتناقشنا برؤيه واضحه، ومصر دوله مهمه لا بالنسبه لا لنا في المحيط يرون الاقليمي. أنكم قوة شرعية ويتعاملون معكم في تعاملوا معكم في مصر كقوة شرعية وليس قوة تمرد كما يقول الجيش السوداني سيد يوسف، هل هذا صحيح؟ نعم تعاملوا مع نعم تعاملوا معنا كقوة شرعية وطرف في النزاع، وأعلن الرئيس السيسي أنه يتعامل مع الطرفين بشكل متساوي ولا ينحاز لأي طرف، ويسعى لحل الصراع في السودان بالطرق السلمية. هذا موقفه، ونحن على تواصل مع القيادة المصرية بشكل دائم، وهذا موقفهم حتى الآن. أي حديث آخر أو محاولة تغيير الموقف المصري لصالح طرف من الأطراف أو أن يفقد مصر الدور التاريخي الذي يمكن أن تلعبه في السودان، وفي نفس الوقت طيب يؤدي إلى 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 صراع داخلي أوسع، ويؤدي إلى تجيش ضد مصر نفسها يعني، وهذا غير مطلوب. ومصر دولة لا أعتقد أن قيادتها شكرا، تتورط في هكذا موقف. بشكرك على وقتك سيد يوسف عزت المستشار السياسي مبعوث قائد قوات دعم سريع، كنت معي عبر الإنترنت، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الخرطوم السيد خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كما ينضم إلينا عبر الإنترنت من جدة أيضا الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور خالد بطرفي، أحييكما. أستأذنك دكتور خالد بما أن يعني الأمور في السودان في موضوع الاتصالات صعبة، فدعني أبدأ مع السيد خالد عمر. سيد خالد، اليوم نحن نقدمك بوصفك طبعا معروف نائب رئيس حزب المؤتمر متحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، المتحدث باسم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري أو العملية السياسية، هل نعتقد أن هذا الأمر يعني الآن حسم، الأمر هذا انتهى تماما بعد 53 يوم من الحرب، ما فيه شيء اسمه العملية السياسية والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، أغلق هذا الملف تماما؟ مرحبتين استاذ احمد، مرحب بك والمشاهدين الجزيرة الكرام. بكل تاكيد يعني العمليه السياسيه كانت تضم القوى المدنيه والقوات المسلحه والدعم السريع، و انذاك قبل اندلاع الحرب انا كنت اتحدث باسم كل العمليه السياسيه،
الآن أنا أعبر عن رأي الجهات التي أنتمي لها وليس العملية السياسية، ونسبة التصريحات التي أدلي بها للعملية السياسية تكون غير دقيقة بكل تأكيد يعني. نعم، وخلاص ما في شيء اسمه عملية سياسية الآن أو التحدث باسمها. ما زي كما ذكرت لك العملية السياسية كانت بين ثلاثة أطراف وأنا كنت أتحدث باسم الثلاثة أطراف، ولكن الآن أنت تريد أن تسألني عن رأيي في قضايا بعينها. بكل تأكيد أنا سأتحدث عن باسم الجهات التي أعبر عن رأيها وهي الحرية والتغيير والمؤتمر السوداني يعني. جميل. ولكن 15 أبريل بكل تأكيد وضعت يعني ببصمتها الثقيلة على كل شيء في السودان بما فيه العملية السياسية، وأي عملية سياسية جديدة تأتي في 15 أبريل إن شاء الله إذا ما وضعت الحرب أوزارها بكل تأكيد ستضع في الاعتبار المستجدات التي طرأت بعد هذه الحرب، الأهداف التي أتت من أجلها العملية السياسية ثابتة، نحن نريد جيش واحد مهني وقومي، نحن نريد تحول مدني ديمقراطي في السودان، نحن نريد لجيش على السياسة، نحن نريد عدالة وسلام في السودان، الأسباب نفس الأهداف التي أتت من أجلها العملية السياسية ثابتة، ولكن بكل تأكيد لا يستطيع أحد إنكار أن حرب 15 أبريل أحدثت متغيرات كبيرة على البلاد، وهذه المتغيرات بكل تأكيد ستؤثر على أي عملية سياسية قادمة توقف هذه الحرب. سيد خالد، إذن بعد 53 يوم من بدأ هذه الحرب والتي كما ذكرت الآن أتت حتى على ما يعرف بالعملية السياسية، هل تعتقد الآن هل الأمور وضحت بمعنى أن هناك طرف يستطيع الحسم الآن لصالحه وإعادة ترتيب المشهد السوداني، أم على العكس هذه أيام الحرب قالت عكس ذلك ويجب الذهاب لعملية تفاوضية؟ أنتم كيف ترون الآن الأمر بشكل عام؟ والله أستاذ أحمد أنا بفتكر أنه بعد 53 يوم ثبت ما ظللنا نردده منذ الساعة الأولى بأن كل من يظن بأن هذه الحرب حرب قصيرة وستنتهي في زمن محدود وأنه يمكن لأي طرف من أطرافها أن يحقق نصر ساحق سريع، كل هذه الفرضيات غير صحيحة كليا يعني، وأي شخص موجود داخل السودان الآن يستطيع أن يستشعر بوضوح يعني إذا ما نأى عن آلات الدعاية غير الصحيحة يستطيع أن يستشعر بوضوح أن هذه الحرب إذا ما استمرت ستكون حرب طويلة للغاية. نحن بالأمس في حزب المؤتمر السوداني أصدرنا رؤية سياسية أوضحنا فيها السيناريوهات التي يمكن أن تتحور إليها هذه الحرب إذا ما استمرت. هذه الحرب لن يحقق فيها طرف نصر سريع، إذا ما استمرت ستتحول إما إلى حرب ذات أبعاد إثنية أو إلى حرب ذات طبيعة انفصالية أو إلى حرب تدخل فيها أطراف خارجية أو إلى حرب قد تقود إلى انفصال جهات من جهات السودان أو إلى حرب قد تقود إلى انهيار الدولة يعني، وكل الكلام ده وفقا لمعطيات واضحة يستطيع أن يتلمسها أي شخص بمرأة العين يعني. وأفتكر أنه الآن بعد 53 يوم على كل الأطراف أن تغلب صوت الحكمة وأن تفضل الخيار السلمي لحل القضايا التي أدت إلى اندلاع هذا الحرب حتى ننجي السودان من هذه السيناريوهات الكارثية التي قد ينحرف وينحدر إليها. سيد خالد أنا أستأذنك طبعا، أنا عارف أن في مشكلة في الاتصالات وبقائك معنا على الهاتف ده أمر صعب، لكن حتى لا أطيل الانتظار على سيد خالد بطرفي ضيفي من المملكة العربية السعودية تحديدا من جدة. سيد خالد بشكرك على وقتك طبعا وآسف على يعني تركك كل هذه الفترة، لكن هل هناك أمل أن يعود مسار جدة مرة أخرى؟ كان هناك اتصال هاتفي بين البرهان ووزير الخارجية السعودي سيد فيصل بن فرحان وقبل ذلك حتى اتصال مع الفريق حميدتي، فهل هذه مؤشرات على عودة مسار جدة قريبا أم لا؟ أولا أنا كنت أستمتع بالحوار الذي تديره مع ضيوفك واستعلمت منه الكثير. بالمناسبة الجزيرة مباشرة هي أفضل قناة عربية حتى الآن، لاحظت أنها يعني تتابع المشهد السوداني وتنقل بحيادية ومهنية عالية كل الأصوات، فشكرا لكم. شكرا. وشكرا لضيوفك. نعم هناك أمل، الأمل ما زال موجود، الفريقان لم يغادرا جدة حتى الآن وهناك تفاوض غير مباشر بين الطرفين. الآن الوزير الخارجي الأمريكي أيضا أعلن بأن قضية السودان على رأس الأجندة التي سيناقشها مع وزير الخارجية السعودي، وأن البلدين سيطالبان كل من الفرقاء في الصراع أن على الأقل يعلنا الالتزام بحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة
لهم للخروج وإخلاء المستشفيات والمواقع العامة. فإذا وصلنا إلى هذا الحد الأدنى فيعني على الأقل قدمنا شيء للشعب السوداني الشقيق وخاصة في المدن التي تعاني من هذا الصراع. تعتقد دكتور خالد أننا من الممكن حتى أن نصل لهذا الحد الأدنى الذي ذكرته الآن وأن ينصاع يعني كلا الطرفين إلى هذا الأمر أم لا؟ إذا استخدمنا يعني مبدأ الجزرة والعصا، لابد أن تكون هناك عقوبات يعني على الطرف الذي يرفض التعاون. هذه العقوبات تشمل عقوبات اقتصادية، يعني جزء كبير أو سبب رئيسي في استمرار هذا الحرب هو التدخلات الخارجية والدعم الاقتصادي والعلاقات التجارية بين هذا الفريق أو ذاك مع أطراف إقليمية ودولية. إذا اتفق المجتمع الدولي على قطع هذه المصادر التي تزيد من الطين بلة وتزيد من وتيرة الحرب وتصعيدها، فسيمكننا فعلا أن نصل إلى شيء، لأن كل طرف يسعى إلى السلطة والمال في نهاية المطاف. فإذا علم بأن استمراره ونهجه لن يوصله لا هذا ولا ذاك، ربما يوصله إلى محكمة العدل الدولية أو محاكم جنائية أو يفضل نعم أو محكمة الجنايات الدولية، فسيعلم حينها أنه لا مصلحة له في الاستمرار. أنا أعتقد أنه بالعكس يجب أن يشارك مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع عقوبات رادعة لأي طرف يصر على استمرار هذه الحرب المدمرة. وبجانب ذلك دكتور خالد، فكرة أن تكون هناك عيون على الأرض، بمعنى أن يكون هناك من يراقب، من يراقب من بدأ بمسألة يعني عدم احترام مسألة وقف إطلاق النار، من يحتل المشافي على سبيل المثال واتخذها كقواعد عسكرية إلى آخره وكمنطلقات، أو يقصف إلى آخره. هذا شرط رئيسي لنجاح أي تفاوض أو على الأقل ممارسة ضغوط على الطرف الذي لا يحترم مثل هذه الاتفاقات، أليس هذا صحيح؟ يعني من الممكن أن نرى هذا الأمر قريبا؟ أتفق معك جدا، ولكن هذا الأمر يتطلب أن يوافق الطرفين على السماح لهؤلاء المراقبين بالتواجد على الأرض. لا يمكن أن يقبل مراقب أممي أن يكون في منطقة يتعرض فيها لإطلاق النار أو الاختطاف أو الاغتيال. فالطرف الذي يرفض تواجد المراقبين يجب أن نعرف أنه هو الطرف الذي فعلا يرتكب هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد البشر. لا أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك دكتور خالد، لكن سعداء بوجودك معنا. شكرا جزيلا لك دكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معي عبر الإنترنت من جدة. وأعود مرة أخرى للسيد خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث باسم قوى الحرية تغيير المجلس المركزي. لا أريد أن أضع أمامك اتهامات كثيرا، فأنت استمعت إليها كثيرا سيد خالد، لكن هي الفكرة التي يتحدث عنها البعض كثيرا الآن ضد قوى الحرية والتغيير، أنهم يعني فكرة إدانة ما يقوم به الدعم السريع من وجهة نظرهم هي إن لم تكن موجودة أو لكن ضعيفة للغاية، وهناك مساواة بين الطرفين من قبلكم. ويعني على البعض يستنكر هذا الأمر ويراه غير حيادي وعلى الأقل لا يتماشى مع الظرف الحالي للسودان. ما رأيك؟ غير صحيح تماما أستاذ أحمد، يعني دي اتهامات مصدرة دعاية كاذبة تكرر تهديد بصورة متكررة. بيان قوى الحرية والتغيير غاية في الوضوح، حتى آخر بيان أصدرته قوى الحرية والتغيير أي انتهاك قام به الدعم السريع حددتها بيانات قوى الحرية والتغيير وأدانت انتهاكات الدعم السريع، وأي انتهاك قام به القوات المسلحة حددتها قوى الحرية والتغيير وأدانتها. نفس الشيء ينطبق على حزب المؤتمر السوداني، وليس هنالك شيء يعني يجعلنا نتستر على اي دليل وفكره في الشعب السوداني. يعني افتكر انه الدعايه دي يعني يمكن يكون من كثر تكرارها حتى بدا يصدق البعض، ولكن صفحه حزبنا مبذوله، صفحه الحريه والتغيير مبذوله، يستطيع الناس ان يعني يراجعوا بيانات الحريه والتغيير وبيانات المؤتمر السوداني ويروا بام اعينهم ما اذا كان هنالك ادانه لهذه الانتهاكات ام لا. ولكن هنالك محاوله ل يعني تسليط ضوء اكثر مما يجب على قضيه اداره الانتهاكات، وكانما الدور الحصري للقوى السياسيه ينحصر فقط في اداره الانتهاكات. يعني دور القوى السياسيه يتجاوز مساله اداره الانتهاكات لايجاد حل
للأزمة الوطنية الشامة التي سوف تعصف بهذه البلاد يعني. وهذا يتطلب من القوى السياسية أن تكون أول حاجة تتحلى بالحكمة، رقم واحد. رقم اثنين، إنها هي ما تظهر انحياز بأي طرف من الأطراف وما تتحول لبوق من أبواق الحرب تشعل بالكلمات التي تستهدف هذه الجهة أو تلك الجهة. نمرة ثلاثة، إنها هي تكثف الاتصالات بقيادة القوات المسلحة وبقيادة الدعم السريع من أجل أن تحثهم على اختيار الحل السياسي السلمي. هذا هو الدور المرجو من القوى السياسية يعني، وهذا هو عين ما نقوم به الآن يعني. الآن في حزب المؤتمر السوداني كما ذكرت لك أصدرنا بالأمس رؤية سياسية مفصلة، وضحت سيناريوهات هذه الحرب، وضحت مآلاتها، وضحت الخطوات المقترحة من قبلنا لإيجاد حل لهذه الأزمة الوطنية الشاملة، والآليات التي سنستخدمها. وجل مجهودنا سينصب في استخدام الآليات المختلفة المتاحة لنا كقوة سياسية لكي نضع الحل لهذه الأزمة. أولاها آلية بناء جبهة مدنية واسعة تعنيها التواصل الإقليمي والدولي، وثالثة التواصل مع طرفي الحرب واقتراح الحلول التي طرحت لهذه الحرب. وهذا هو يعني مناط التركيز الرئيسي يعني. طيب، أنا عندي سؤال واحد، لكن قبل أن أطرح هذا السؤال حتى لا أطيل عليك، أنا فهمت من كلامك أنتم بتدينوا كل ما هو ضد يعني على الأقل فكرة المستشفيات وغيره، لكن لأن البعض بيقول لي لا ما فيش بيان، ما شفناش أي بيان رسمي طلع من الحرية والتغيير أو المؤتمر أو من السيد خالد عمر بيدين بشكل واضح ومباشر استخدام قوات الدعم السريع مثلا لاحتلالها للمشافي، لمنازل المواطنين، لمسألة الاعتقالات. هل هذا الكلام صحيح سيد خالد قبل أن أذهب لسؤالي الأخير؟ غير صحيح، غير صحيح يعني. بس على الناس إنها تكلف نفسها بعض المجهود وتقرأ وتتابع يعني. المؤتمر السوداني بالأمس طلع رؤية في مقدمتها هنالك إدانة للانتهاكات. الحرية والتغيير طلعت بيان أول أمس فيها تناول لحادثة الأبيض وفيها إدانة واضحة على ما حدث في الأبيض من قبل الدعم السريع. الحرية والتغيير قبل 3-4 أيام برضو طلعت بيان فيه إدانة للانتهاكات سمتها كلها بأسماء. أنا شخصيا كنت في ندوة إسفيرية قبل أيام وبرضو أدنت كل انتهاك قام من كل طرف بأسمائهم يعني. ده كلام مبذول وموجود في الوسائط ولا يحتاج يعني لا يمكن التغطية عليه بدعاية الأكاذيب. ولكن كما ذكرت لك يا أستاذ أحمد، هو الهدف إطلاقا ما موضوع الإدانة يعني. الانتهاكات في الحرب مستمرة يوميا يعني ومستمرة من الطرفين يعني، لكن الهدف هو أن يتم حشر القوى السياسية في زاوية تجعلها تتحول لبوق من أبواق الحرب، تحسن انتهاكات طرف وتقبح انتهاكات طرف ثاني يعني، تتحول لطرف يعني حليف لطرف ضد طرف يعني. أن يتم برضو محاولة تصويرها إنها هي حليف لطرف ضد طرف. نحن لسنا حليف للقوات المسلحة ضد الدعم السريع ولسنا حليف للدعم السريع ضد القوات المسلحة. نحن منحازين كليا للشعب السوداني ولأجندة الشعب السوداني. القوى المدنية هي ليست تابع للمؤسسة العسكرية ولا لأحد طرفيها، هي قوة عندها رؤى وأفكار ومواقف مستقلة كليا على المؤسسة العسكرية، وتسعى لأنها تحتفظ بموقف متزن من طرفي النزاع من أجل أن تساهم في الحل لا أن تتحول. طب سؤالي الأخير لك سيد خالد، وعفوا للمقاطعة، سؤالي الأخير لأننا هذا النقاش دار كثيرا حتى بعيدا عن الشاشة، لأن البعض يقول هذه الحرب من وجهة نظره إذ لم تنتهي بانتهاء ظاهرة أو مسألة الدعم السريع للأبد بشكل أو بآخر ستكون هناك حرب مؤجلة أخرى، فيجب أن تنتهي هذه الحرب بأن لا يكون هناك شيء في السودان اسمه الدعم السريع ويكون هناك جيش واحد لوطن واحد. هل هذا صحيح؟ يا أستاذ أحمد، مطلب الجيش الواحد هو مطلب صدحنا به قبل أن تندلع هذه الحرب بسنوات. لا يمكن للبلاد أن تستمر كدولة واحدة بلا جيش واحد. لكن دعنا نتفحص الحقائق كما هي. ظاهرة استيلاد الجيوش دي ظاهرة لم تبدأ بالدعم السريع، ظاهرة بدأت قبل الدعم السريع. في الثمانينيات تم تسليح قوات قبلية للحرب في بعد ما جاء انقلاب الجبهة الإسلامية في 89 أنشأوا الدفاع الشعبي كجيش موازي للقوات المسلحة، أنشأوا الأمن الشعبي، أنشأوا حرس الحدود، سلحوا الجنجويد في 2003 للحرب
في دارفور، أنشأوا الدعم السريع. وللأسف الآن في هذه الحرب البعض ينادي أيضا بتسليح قوات أخرى من أجل حسم هذه الحرب، وبالتالي ما هو مطلوب هو الانتهاء كليا من ظاهرة تعدد الجيوش. لا يمكن إطلاقا أن نظن بأن الحل لحرب في أي منطقة من مناطق السودان. يعني لما كان الحرب في جنوب السودان تم تسليح بعض القبائل للحرب في جنوب السودان، لما اندلعت الحرب في دارفور تم تسليح بعض المجموعات للحرب في دارفور ضد الحركات المسلحة. لما الدعم السريع دخل في صراع مسلح مع القوات المسلحة، الآن البعض ينادي بتصليح مجموعات أخرى ضد الدعم السريع. بهذه الطريقة ستظل البلاد تدور في دائرة مفرغة، وبالتالي يجب أن يكون هنالك موقف صارم ضد تعدد الجيوش. هذه الحرب يجب أن تكون الحرب الأخيرة في السودان، ولكي تكون الحرب الأخيرة في السودان لا يجب لأي جهة بأن تنادي بخلق قوات أخرى موازية أو بتسليح المواطنين المدنيين. يجب أن تتوقف هذه الحرب، أن تذهب جميع الأطراف السودانية لتفاوض سياسي حقيقي. التفاوض السياسي الحقيقي ده عنده أهداف محددة، أولاها إنه يتم إصلاح حقيقي في المنظومة الأمنية والعسكرية بحيث أنه يكون في جيش واحد مهني وقومي ينأى كليا عن السياسة، وده هذا فيه يجب أن يشترك فيه كل السودانيين، ولا يجب أن يساوموا به ولا يجب أن يتلاعبوا به تكتيكيا. وبالتالي ده موقفنا الثابت قبل الحرب وبعد الحرب، ولن نتخلى عنه أبدا. يعني سيد خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، شكرا جزيلا لك. مساء مستمرة، وبعد قليل دبيبة يصدر قرارا بتشكيل الجهاز الوطني للقوى المساندة، ولجنة 6+6 الليبية تنشر التعديل النهائي للقوانين الانتخابية المنظمة لانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة. ابقوا معنا.